ننتقل إلى الظروف الدالة على زمن الماضي المستمر. إذا ما هي الكلمات أو الظروف التي إذا شاهدتها أنا في الجملة، شاهدناها في الجملة، أستخدم معها ماضي مستمر؟ إذا لدينا أول كلمة هي when. إذا الظرف when ومعناه عندما. نحن قلنا بأنه الماضي المستمر لا يأتي لوحده. زمن الماضي المستمر يترافق مع إما ماضي مستمر أو ماضي بسيط من خلال الاستخدام. إذا سيكون لدي نشاطين، واحد في الماضي المستمر والثاني إما ماضي بسيط أو ماضي مستمر. لنرى كيف نستخدم ماضي مستمر مع الماضي البسيط. إذا شاهدنا الدليل وين في الجملة فنستخدم بعده مباشرة ماضي بسيط. أينما حل الدليل، الدليل وين أو الظرف وين وهو رابط طبعا، إذا أتى في بداية الجملة نستخدم بعده الحدث بعده نستخدمه في الماضي البسيط. وإذا أتى الدليل وين في وسط الجملة أيضا الحدث الذي بعده نستخدمه في الماضي البسيط. الآن أعرض لكم مثال. لاحظوا المثال التالي: when it rained، عندما أمطرت. لاحظوا، انتبهوا، أين الدليل when؟ هو في بداية الجملة، تمام؟ لاحظوا، هو في اللون الأزرق. الآن الحدث الذي خلفه مباشرة هو في اللون البنفسجي، rained، أمطرت. إذن أي عندما أمطرت فاصلة، بالتأكيد عندما. إذن هنا ماضي بسيط. فنكمل الجملة: I was waiting the bus، كنت أنتظر الباص، تمام؟ كنت أنتظر الباص. إذن هنا لدي حدثين، الحدث الأول بعد الدليل أو الظرف هو ماضي بسيط، الحدث الثاني بعد الفاصلة هو في الماضي المستمر. طيب مثال آخر: إذا أتى الدليل في وسط الجملة، نفس المثال نقلبه بالعكس، نفس المثال الأول ولكن نقلبه بالعكس. كأن نقول I was waiting the bus، أي كنت أنتظر الباص، when it rained، عندما أمطرت. إذا لاحظوا هنا في الحالتين، في الحالة الأولى والثانية، أن الدليل when أو الظرف when أتى بعده ماضي بسيط. إذا فلذلك دائما انتبهوا إلى هذا الأمر، بأنهم إذا كان الفعل اللي بين قوسين اللي راح يجيبونا إياه في حالة المصدر إذا كان مباشرة بعد الدليل وين فنضعه في الماضي البسيط، والطرف الثاني من الجملة نستخدم معه الماضي المستمر سواء كان الطرف الثاني. نعم تفضلي أستاذ. هلا فينا نقول إنه when we were studying مثلا the teacher came، يعني فينا نحط الوين بأول الجملة وبعض ماضي مستمر، بيمشي الحال يعني ما بتفرق المعنى. فينا نقول when we were studying the teacher came. وفي هذه الحالة يا نور. نعم يا نور. أستاذ مو while في هاي الحالة. نعم نعم نعم، في هذه الحالة التي ذكرتها نور كان الأولى أن نستخدم الرابط while بينما، تمام؟ الأولى أن نستخدم الرابط while. ولكن يا نور المثال الذي ذكرتيه أنت هو وارد، ولكن يوجد منه جملة واحدة فقط في منهجكم، وهي موجودة في الدرس رقم 11، موجودة في الدرس رقم 11. طبعا إلى الآن هو محذوف الدرس رقم 11. حقيقة في هذه الحالة هنا ننظر إلى أي الحدثين أطول من الآخر، أي استغرق فترة زمنية أطول من الآخر، وعند ذلك نقرر أيهما نستخدم ماضي مستمر أم ماضي بسيط. كأنت قلتي when we were studying، تمام؟ أي عندما كنا ندرس، the teacher came، أتى المدرس أو المعلم. طيب لو افترضنا بأنه وضعنا لك بين قوسين الفعل where studying study في حالة المصدر، انتبهتي معي؟ ركزي معي، تخيلي الجملة when we بين قوسين study،
The teacher كمان بين قوسين come. تمام؟ هنا أي العملين كان أو استغرق وقت أطول؟ هل هو الدراسة أم مجيء المعلم؟ الدراسة. تماما، الدراسة استغرق وقت أطول، لذلك هنا نضع الفعل study في الماضي المستمر. هذا صحيح. إذا نحن في حال وقعنا في إشكال مثل هذا، هنا نحكم أن أي الفعلين استغرق وقتا أطول من الآخر، والفعل الأطول الذي استغرق فترة زمنية أطول نضعه في الماضي المستمر، والحدث الثاني في الماضي البسيط. ولكن أكرر لك يا نور بأنه مثل هذه مثل هذا المثال الذي ذكرتي يوجد جملة واحدة فقط في منهجكم. تمام؟ إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، أن الجملة عندما تأتي في الامتحان تكون واضحة جدا، يعني إما أن يكون فيها الدليل when استخدام بعده ماضي بسيط، أو أن يكون الدليل while نستخدم بعده ماضي مستمر، وسنأتي على ذكره في الشريحة التالية. نعم، هل لديكم أي سؤال تابع؟ أتوقع هل وصلت؟ وصلت أستاذ، مشكور. تمام. نعم يا محمد، تفضل. أستاذ، هاي الحالة عندنا أنه طويلة قصير، أظن أنه تزبط على كلها، مثل هون هذا example، انتظر الباص أمطرت، يعني انتظار الباص هو العمل الأطول. وأنا هل يوجد خطأ في هذه الجملة برأيك يا محمد؟ لا يوجد خطأ تماما. لاحق معي يا محمد، لاحق معي. أنت تقول انتظار الباص هو كان أطول فترة، أخذ فترة زمنية أطول، أنا وضعته في الماضي المستمر، والحدث الآخر وهو المطر في الماضي البسيط. فإذا شرحي لا يتنافى مع المثال الأول، أليس كذلك؟ لا تماما، تظبط على كل الأمثلة معها. نعم نعم صحيح، نعم تماما. إذا الآن أعود إلى ما ذكرت سريعا. إذا الدليل وين؟ عندما تشاهدوه في سؤال تصحيح الفعل فاستخدموا بعده ماضي بسيط. الآن أنتقل، لاحظوا هنا، لاحظوا ممكن أن يأتي الظرف في بداية الجملة أو في وسطها، كما ذكرت لكم في الجملة الأولى أتى في بداية الجملة، في الجملة الثانية أتى في وسطها. المهم في أنه دائما بعد الظرف استخدموا ماضي بسيط، إذا بعده استخدموا ماضي بسيط، إلا الحالة التي ذكرتها نور، هنا نحكم أي الفعلين استغرق وقتا أطول من الآخر، فنستخدم الفعل الأطول مع الماضي المستمر. الآن إلى الدليل وايل. الدليل وايل واضح ولا يوجد فيه أي لبس إطلاقا، دائما الدليل وايل استخدموا بعده ماضي مستمر أينما وقع، سواء في بداية الجملة كالمثال الأول while I was looking for my glasses، بينما كنت أبحث عن my glasses نظاراتي، I found some money، وجدت بعض المال. لاحظوا هنا فعل البحث استغرق وقتا أطول أكيد، يعني أنا في حالة بحث عن النظارات ووجدت بعض المال، إذن أكيد فعل البحث استغرق وقتا أطول، لذلك وضعته في الماضي المستمر إضافة إلى وجود الدليل while. إذن بعد while الحدث الأول في الماضي المستمر أينما وجد الدليل. وهنا أعكس لكم المثال، I found some money، وجدت بعض المال while، بينما I was looking for my glasses، كنت أبحث عن نظاراتي. أيضا لم يختلف علينا شيء، ولكن لربما في الامتحان مثلا أن يقربوا منكم أن تصححوا الفعل الأول مثلا في الجملة الثانية، هنا يضع لكم بين قوسين find يجد في حالة المصدر، ويقرب مني أن أصححها، فأنا هنا أنظر أن الدليل while في وسط الجملة، وبعده الفعل في حالة الماضي المستمر وهي was looking for، فمباشرة أضع قبله ماضي بسيط.
ماضي بسيط. إذا I found. I found. واضح الدلالات؟ طبعا تمام واضح. طبعا ينطبق على الدليل على as مثل while تماما. ايضا لدينا as ولكن لا يوجد اي جمله في كتابكم فيها دليل as. اذا كل الادله موجود فيها واما while او when.